تنفيذا لتوجيهات معالي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني للوقوف على الجاهزية العامة من الناحيتين الأمنية والمدنية وتأكد من المخزون اللوجستي في ظل ما تشهد الأوضاع في المنطقة من مسددات متسارعة وتطورات خطيرة قد تؤثر على الأمن والاستقرار وتستوجب الجاهزية واليقظة وأقصى درجات الحيطة والحذر. ترأس سعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث اجتماعا استثنائيا للجنة بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل هذا الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالأعضاء منوها إلى أن هذا الاجتماع يستهدف الوقوف على جاهزية مختلف الجهات المعنية وبالتعاون مع القطاع الخاص للتعامل مع الأوضاع المستجدة بالمنطقة واتخاذ الإجراءات المطلوبة في إطار عمل اللجنة من أجل حماية المواطنين والمقيمين والحفاظ على مقدرات الوطن ومنشآته الحيوية والتعامل بكفاءة مع كافة التهديدات والمخاطر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التأكيد على جاهزية الخطة الوطنية للطوارئ والاستعداد لمواجهة أي ظرف استثنائي والقدرة على التعافي السريع من أي حادث، خاصة وأنه لدينا خطط مسبقة ومصفوفة وطنية للمخاطر يتم مراجعتها وتحديثها وتطويرها بشكل مستمر، فضلا عن إجراء العديد من التمارين الوطنية التي تعزز قدرات وإمكانيات الجهات المعنية في التعامل مع الأزمات والكوارث. وخلال الاجتماع اطلعت اللجنة على معدلات الجاهزية والخطط المنفذة واستعدادات الجهات المعنية لمواجهة أي أحداث طارئة، حيث أخذت اللجنة علما باستعدادات مختلف الجهات وأهمية سرعة الاستجابة والعمل وفق منظومة من التعاون والتنسيق مما يسهم في مواجهة أي متغيرات أو تداعيات. هذا وأكدت اللجنة على توفر المخزون الكافي من المواد الغذائية والمياه والأدوية من قبل الوزارات والجهات المعنية، خاصة مع وجود الآليات والاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي أمر طارئ. كما تم الاطلاع على كافة الخطط والخطط البديلة والاستعدادات اللازمة وما قد تحتاجه الأحداث من حماية الأمن البيئي. وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمواجهة أي متغيرات وتوفير الخدمات المطلوبة والعمل على وضع خطط بديلة للاعتماد عليها حال حدوث ما يعوق تنفيذ الخطط الموضوعة، منوها في الوقت ذاته إلى تفعيل الخطة التوعوية متضمنة نشر إرشادات السلامة العامة للمواطنين والمقيمين في كافة المواقع والظروف. وأضاف أن المركز الوطني لمواجهة الكوارث يعمل على متابعة المستجدات وتنسيق الجهود والوقوف على استعدادات الجهات المعنية، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بإدارة العمليات ومراكز الدفاع المدني وتعزيز غرفة العمليات بعدد من الضباط والأفراد لتلقي البلاغات وتقديم إرشادات السلامة، فضلا عن تجهيز كافة المعدات والآليات للتعامل مع أي بلاغات لتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين، مؤكدا على أهمية سرعة الاستجابة والمبادرة من قبل الجهات المعنية في التعامل مع المواقف.